فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. لكل جعلنا منكم أي الرسل شرعة ومنهاج، فالرسل دينهم واحد وهو التوحيد والإسلام لله عز وجل، وإن اختلفت شرائعهم فإن الله يشرع لكل أمة ما يصلحها في وقتها ثم ينسخ ذلك بشريعة ثانية تصلح للوقت المتأخر إلى أن جاء القرآن الكريم. الله جعله صالحا لكل زمان ومكان، الحمد لله، لا يغير ولا يبدل إلى أن تقوم الساعة، لأن الله ضمنه كل ما يحتاجه البشر في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، وهو العليم الخبير فيما يصلح عباده سبحانه وتعالى. فهذا القرآن لا ينسخ، وأما ما قبله من الشرائع فإنها يجري فيها النسخ. فهذا منزلة القرآن والإسلام من الأديان والكتب السابقة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.